والله العظيم هو ده كلامها. انا ما بقتش عارف اعمل معاها ايه. ده انا جايب لها هدايا وبقول لها انا تحت امرك، تقول لي خد الذهب وخد الهدايا شبكه لمراتك اللي عايز تتجوزها. يعني انت ما عملتش اي حاجه؟ والله العظيم ما عملت اي حاجه. من غير ما يعمل يا مروان، انا مش عايزاه خلاص. عمتي اهدي، الامومه ما بتتاخدش كده. من غير كلام كتير يا مروان. شفت؟ عشان تصدقني ان انا مظلوم، والله العظيم ما عملت لها حاجه. وان كنت غبت يومين ولا حاجه ده كان شغل، بدل ما هي في الطلعه وفي النازله تقول لي انت قاعد ما وراكش لا شغله ولا مشغله. محروس، مش عشان لا غبت ولا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده. امال عشان ايه؟ اهدى، سيبنا شويه محروس. مروان عقلها، فهمها ان احنا عندنا ابن عايزين نربيه. استنى يا محروس، خد الحاجات دي معاك. عمتي خدها معاك. خلاص خدها محروس. صلى على رسول الله في قلبك. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة وأفضل السلام. قولي لي، إيه اللي مزعلك؟ مفيش حاجة. قال لك حاجة؟ ضايقتك ومش عاوزة تقولها لي؟ لا أبداً، مفيش حاجة. أمال إيه بس؟ محروس غلطة كان لازم أصلحها من زمان. أنت فاهم قصدي؟ الكلام ده مفيش منه فايدة دلوقتي، كمل أول. أبويا الله يرحمه نبهك وأنت أصريتي عليه. يعني إيه؟ أفضل شايلة غلطتي العمر كله؟ مش القصد يا عمتي، أنت عندك بدر، وبدر دي أهم مني ومنك ومحروس ذات نفسه. أيوه، كل دي عشان بدر. أنا خايفة. خايفة يا مروان بدر يكبر ويشوف محروس قدامه، يتعلم منه ويطلع زيه. ليه دي؟ أنت عايزة تبعد الواد عن أبوه؟ لا، يجي يشوفه، يقعد معاه، يعمل اللي هو عايزه. لكن أنا اللي ربي، أنا اللي أكبر، أنا اللي أعلم. دي حاجة. والحاجة التانية أنا خلاص ما عدتش قبلاه، مش مستحملة العيشة معاه. اجتهدي بالله وفكري واستخيري ربنا، واللي عاوز المولى عز وجل هو اللي هيكون. تمام؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة وأفضل السلام. على فين العزم ان شاء الله؟ وانتي مالك؟ لا مالي ونص، ما هي مش وكاله من غير بواب. لا لا، وكالتي ايه وبواب ايه؟ ده كلام. البيت ده له راجل وهو اللي ممشيه. طب ايه، وسالتي الراجل ولا ايه؟ سالته وخدت الاذن وكلمته في التليفون وقال لي يا نودي لو تحبي اروح معاكي. نودي؟ اه نودي. سلام يا روح نودي. ايوه كده، خليني احس انك معايا اكتر من اللي حصل. لا، الشغل حاجه والمحبه والصداقه حاجه تانية خالص. نتعشى سوا. لا لا لا، انا مش جاي عشان اتعشى، انا جاي اقعد معاك شويه يا معلم ونتكلم في الاتفاق اللي تم. وماله؟ جاهز؟ امال ايه، هكون يعني بقول اي كلام وخلاص؟ يعني السيوله كلها جاهزه؟ بركه فيك. أنا قلت حاجة غلط لا سمح الله. إحنا ما بنهزرش يا حسن. البضاعة خلاص على وصول، أنت الفلوس كلها لازم تبقى جاهزة معاك. لو دولار واحد ناقص هتبقى مشكلة بالنسبة لك يا حبيبي. وأنت ما سمعتنيش ولا إيه؟ ما أنا قلت البركة فيك. آه، واضح إن أنا غلطت، إن أنا وثقت فيك. كنت لازم أفهم من الأول إن مروان هو اللي قد الشيلة إنه يشيلها لوحده. كنت لازم افهم من الاول ان مروان هو اللي قد كل كلمه بتطلع من بقه. طب مش قبل ما تتضايق تسمع كلامي وبعدين تقول كلمتك. اول حاجه لازم اقول لك الف مبروك. على ايه؟ على سافرت له بره وحصل محدش يعرف عنه حاجه. وانا زي ما قلت لك، انا سيد الناس والبلد دي كلها بقت في يدي. وانا لما كنت جاي لك كنت جاي اخد الاذن، ولا اني عايز اشاركك او نشوف مين ياخد الشغل. لا، لان انا كنت قررت خلاص، وانا بعد قراري محدش يقدر يقول ولا كلمه. انت تقصد ايه بكلامك ده؟ انا قلت انك هتبقى مبسوط اننا نبقى شركاء،
انا هفتح لك السوق وهأمنك، مش هخلي حد يجرب لك، ما انا العمد وكل حاجه في يدي. وبعدين انا عارف انت ناوي عليا، خصوصا بعد اللي حصل بره. ما تقلقش، محدش هيعرف عنه حاجه. بس انا مش هدخل الشغلانه بالطريقه دي خالص. لا هتدخل، هتبقى يدك في يدي، لان انا عارف اللي انت بتجري وراه وانا الوحيد اللي اقدر اساعدك فيه. طلعت مش سهل يا حسن، بجد دماغك عجبتني، وعشان دماغك عجبتني انا هكمل معاك الشغلانه دي، وبكره الصبح الفلوس كلها هتبقى عندك. انت مفيش قدامك غير انك تعمل كده يا عادل باشا. لا 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 لا، كده ازعل منك بجد. عشان تعرف ان انا بحبك، ان انا ماشي معاك على نفس الخط. انا مرضتش اقول لريم ان الشغل اللي بيحصل في الجبل ده شو ما منوش فايده، وان الشغل الحقيقي في حته تانيه خالص. كمان انا كان ممكن ازعل واقول انك بتتفق مع مروان ضدي، بس انا قلت لا، انا همشي على الطريق اللي انت راسمه لي. بس بدل ما نكون انا وانت ومروان وريم، هنكون انا وانت بس. برافو حسن، مبسوط منك قوي. وما تقلقش، سرك في بير لحد ما تقرر انك تقول عليه. يلا احنا يا بنتي بدل ما هي اتاخرت. يلا يا حبيبتي. يلا يا بنتي. يلا يا روحي تعالي. ماما معلش يا حبيبتي اتاخرت عليكي كده برضو. لما سيادة الكحل يا اختي، الله في سماه لو كانوا قالوا لها امك ماتت ولا كانت سالت فيا. ليه كده؟ كتر خير شمس. رجلي على رجلك يا عمتي، زي ما اتفقنا هتروحي على بيتي. لا طبعا هتروحي على بيتي انا. واه انا اتفقت مع عمتي وهي واقفه جت. بقولك يا شمس، دي امي، يعني في الاخر انا اللي هخدمها، فهتقعد معايا انا. اطلعنا منها عقل. هتطلعي منها يا شمس. بس بقى انتوا الاثنين لا تطلعوا ولا تنزلوا. خلاص يا شمس حقك عليا، والله ما قصدها. اول ما اخد نفسي وابقى كويسه هجيلك عشان تعملي لي البط اللي الدكتور قال ما تاكلوهوش. من عيني يا حبيبتي. تسلم عيني، كتر خيرك. تعالي يا حبيبتي. يلا يا اختي. يلا هاتي الشنطه. اتاخرتي ليه؟ معلش كان عندي شويه شغل كده وكان لازم اخلص. وعصام ماله؟ كنت المفروض تقولي لي ان انت رايحه له. انا كنت في البار وقلت اعدي عليه اطمن عليه بس. مش صح اللي انت عملتيه ده ريم، مش صح خالص. وانت كمان مش صح خالص اللي انت بتعمله. انت ما بتحكيليش خالص عن اللي بيحصل. انت مستعجله على ايه؟ ما انا هقول لك على كل حاجه. انا مش مستعجله ولا اي حاجه. انت بس اللي كل تصرفاتك غلط، بتعامل عصام ده على انه هو الكبير، وده شيء مضايقني قوي بجد.